بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، بعد القرار الأخير بتأجيل الامتحانات نزلت استفتاء بالنسبة لطلاب الدور الثاني. الاستفتاء كان في داخل الفيديو أنه يعلقون نستمر أو نبقى، يعني ما ننزل محاضرات إلى يوم مثلا 10، يعني 1/10 اثنين عشرة يلا نبدأ ننزل محاضرات. الطلاب قالوا لا أستاذ نزلنا هسه، والغالبية الكبرى قالوا نزلنا إنجليزي. طلابنا راح ننزل اللغة الإنجليزية، قلت لكم 6 محاضرات، هاي المحاضرة الثانية، كل الكتاب تضبط بين المحاضرات إن شاء الله ناجح، أوكي. وبعدها الرياضيات، بعدها الكيمياء، بعدها اللغة العربية، على مود نكون قريبين على الامتحانات وتقدر تستفاد من مراجعتك ويانا. طلابنا، المطلوب من عندك اول شيء وهي انه تنشر محاضرات باكبر عدد للطلاب يستفادون، لان تعرفون اللي يدفعون فلوس ويدخلون دورات والناس ما عندها، فلذلك هاي يعني مراجعه مجانيه او دوره مجانيه للطلاب لكل المواد، اوكي. طلابنا هسه المرجو من عندك على مود تنجح، لان الغالبيه يسالون استاذ انا اقرا انجليزي بس ما اقدر يعني انجح، اقرا واكمل ما احفظ، ما اقدر انجح بالامتحان، يجي الامتحان ما اقدر احل. طلابنا راح اشرح، وبخلال الشرح اقول لك رموز او مفاتيح للاسئله. الاسئله مو فقط حروف وكلمات، لا، لها مفاتيح انه تجاوب عليها على ضوءها. فهاي المفاتيح هي اللي تنجحك وتخليك تحل بكل سهولة. نجي نفس ما عودتكم، كل محاضرة ناخذ إنشاء. طلابنا لا حد يقول إنشاء واحد أو إنشاءين أو ثلاثة، حافظ احفظ أقل شيء 5، هن 6 احفظ 5، المو إذا جاك واحد ترك أنت أوتوماتيك تاركه، تمام؟ وما نعرف يا أهل يجي، ولا تخلي مستقبلك بيد واحد إنه يعيل لك إنشاء يجي، لا، هو مو ترى على التوقعات، لا، هاي دراسة ما معلوم. انشاء الوحدة الثانية، الدعوة. انشاء الوحدة الاولى كانت وصف صديق ايضا مكتوب ان ايميل، وقلت لكم الرمز اللي نلقاه هناك كلمة ديسكرايبنج، اوكي، او ديسكرايب. اما بوصف الصديق ايضا موجود رايت ان ايميل، هناك رايت ان ايميل، هنا رايت ان ايميل. هواي طلاب يخطئون في هذا الشيء، انه يدوخ هذا انشاء الوحدة الاولى لو الثانية، لان مو مترجم هو، فاريد من عندك تركز. هناك ديسكرايبنج موجودة او ديسكرايب، هنا انفيتيشن الدعوة او انفايت ادعو، هاي كلمة انفايت يور فريند او انفيتيشن موجودة هيجي. العناوين حسب العنوان اللي يجيك تقدر تغيره، مثلا ودنج زواج، بيرثدي عيد ميلاد، سكول مدرسة يعني حفلة تخرج مدرسية، graduation أيضا تخرج، أوكي. مثلا عندنا هذا الإنشاء راح نأخذه، write an email أو invite your friend to the graduation or party، يعني الهاي الحفلة مال التخرج أو للودنج مال أخوك أو للبيرثدي مالتك. انت شو تقول له هنا؟ هاي زيد، اول شيء شني تحيه، زين. بعدها شو تقول له؟ I would like to invite you to my brother graduation party on Sunday. استاذ مو ينطونا كلمات، ركز لي وياي. قال لك مثلا ودنك، هاي الجراديويشن تحط مكانها ودنك، زحمه عليك او ما زحمه؟ فقط تخلي الودنك مكان الجراديويشن. قال لك بيرثدي تجيبها مكان الجراديويشن. قال لك مثلا سكول بارتي تخليها مكان الجراديويشن، تمام طلابنا؟ لو مو تمام هسه صارت واضحه، زين. استاذ مو بعدك كلمات يغير لي اياها، شي يغير لك؟ يغير لك اليوم، مثلا يقول لك ساندي، مثلا يجوز يقول لك ماندي، انت خلي مكان ساندي ماندي، يعني زحمه عليك. يو ماست كم بيكوز ذا بارتي ويل بي امازينج، هاي تحفظها استاذ. شلون احفظ؟ تمام، تحفظ اول جمله
قلت لك لحد النقطة تحفظها حفظ مرة اثنين ثلاثة أربعة إلى أن تصير سهلة عندك. زين، بعد هالجملة الثانية، بعد هالجملة الثالثة، زين، بعدها أريد قبل لا تحفظها في اللغة الإنجليزية أريدك تحفظ لياها بمن؟ هسه يقولون أستاذ طول هاي فقط بالإنشاء الكثر طول. إي حبيبي، هذا الإنشاء شوفه عليه 15 درجة، 15 درجة في الوزارة مو هينة. زين، أريدك تحفظ لياها في اللغة العربية. ليش؟ إذا عرفت هاي باللغة العربية راح تعرف الكلمات هذه شنو معناهن، وخصوص إذا شلت هاي الكلمة وخليتها مثلا I would، يعني معناها I would like to invite you to my، مثلا إلى أدعوك إلى حفلة تخرج أخي، يعني ترجمتها ترجمة، يعني شو نقول حرفية فوقها، يعني كل كلمة فوقها راح تعرف إنه هاي لايك مثلا أود أو أحب، زين invite أدعوك، تمام تمام استاذ. بعد الكلمات ينطيناهن لربما ينطيناهن شلون اغيرهن، مثلا ربما يغير لك المكان، انت مثلا بي ويل بي ان مثلا هاي بابلون هوتيل، مثلا يجوز بغير مكان، مثلا السعدون هوتيل غيرها، تمام. مثلا الوقت يجوز يتغير، يصير الساعة بالسبعة او ثمانية او تسعة او عشرة، ماكو مشكلة، واضح تقدر تغيره. مثلا يجوز افترنون، مثلا تجيك هنا يجوز مورنينج، مو شرط الا افترنون، تمام. يعني شغلات اللي تتغير بسيطه وواضحه قدامك تقدر تبدلها انت اذا حفظ الانشاء. ندخل الانشاء كتبه هذا بالصحيح، بعدين امسح وحده وحده، تقول هو قايل لي على الودنج، انا ايش عندي كاتب جراديويشن، زين، باعتبار انت راح تعرف انذني الكلمات، يعني ما معقوله كم كلمه ما بيها هواي. اوكي طلبنا، هسه هاي بالنسبه للانشاء انتهينا من عنده. نروح المن، نروح ندخل للقواعد الوحدة الثانية. طلاب ركز رجاء، الوحدة الثانية أهم موضوع بيها هو expressing preference and making suggestion، التعبير عن الاقتراح والتفضيل. بكم وحدة؟ كم أداة؟ بسبع أدوات، سبع أدوات. هسه راح أقول لك شلون يجيك باللغة بالوزاري. أريد من عندك أول شيء الـ how about، جدا مهمة تحفظها، الفعل اللي بعد هيجيني بي اي ان جي، وعنده علي مثال، هذا المثال how about going to park. هسه راح نعطيك عليه امثله وزاريه، I would like و I would love و would you like، كلهن يجي بعدهن شني؟ to زائد فعل مجرد. زين، مثل شنو؟ I'd like to go to the mall، وضحت؟ اعيدهن، اي هاو اباوت زائد فعل بي اي ان جي، الاي ود لايك، اي ود لاف، وود يو لايك، ذني يجي بعدهن تو زائد فعل مجرد. شلون استاذ؟ ما اعرف والله دخل، ماكو مشكله، بس احفظ لي اياهن هسه بهاي الصيغه، احفظ لي اياهن. زين، بعدها واي نوت، واي درذر، وليتس، ذني يجي بعدهن فعل مجرد خالي من اي اضافه، لا بي اي ان جي ولا مسبوق بتو ولا كذا. شلون يجنب الوزاري؟ تعالوا وياي شلون راح يجنك. حل تمرين، طبعا كتاب النشاط صفحه شقد 21، هنا يقول راي ذا فيرب ان ذا كوركت فورم، يقول لي اختار اما تو جو او جو او جوينج، نختار من ذن الفوق، شوف هن للجمل ذني، هذا التمرين على ذني كلهن، هذا التمرين كفيل بأني فهمك الموضوع كله. جيت where would you like فراغ this afternoon، عندي would you like، would you like أنا حافظها إيش تأخذ، تأخذ to زائد فعل مجرد. جيت to هاي to زائد فعل مجرد، جيت خليتها بالفراغ، صعبة لو سهلة؟ سهلة. زين how about فراغ، هاي هنا فراغ باعتبار ما موجودة going to the park، زين انت حافظها اش تاخذ عندك لها اوبات، فعل بي اي ان جي، وين الفعل بي اي ان جي؟ استاذ going، عاشت ايدك يا بطل. زين بعدها I'd rather فراغ to the beach and play football، وينها ال I'd rather، I would rather، هذه اش تاخذ فعل مجرد خالي من اي اضافه، يعني لا بي اي ان جي ولا مسبوق بتو، فاجيت خليته جو.
واي نوت ايش تاخذ فعل مجرد اي وود لاف تو لاحظ تاخذ تو زائد فعل مجرد يس ليتس ليتس ايش تاخذ تاخذ ايضا فعل مجرد ذن تحفظهن بهالصيغه هذه يعني راح يكون عندك جدا بسيطه طلابنا اذا ما تعب قلمك ورقتك تمليها تسويها السودة من الكتابة ما راح تقدر تجاوب بالوزاري اوكي يلا نروح المن الاقتراح علي على والرفض زين يعني الرفض والموافقة على الاقتراح اجي اجري واكسبت احفظ ذن الكلمات طلابنا قلت لك هاي مفاتيح الاجوبة وهي طلاب يراسون استاذ مشون نجاوب طلابنا هاي اذا ما تعرف اندني جنك بين قوسين اجري معناها اقبل او وافق واكسبت نفس الحالة دس اجري لا توافق ارفض ريفيوز ايضا ارفض القبول عند التعابير التالية نستخدم ايش نستخدم yes that is good idea yes why not هاي لما نريد اوافق على الاقتراحات ذنيش الفوق زين that's yes that is good idea احفظ واحدة من عثن yes why not او yes let's go مثلا الرفض عند التعابير التالية ايش نستخدم نستخدم no I would rather not لاحظ no I would rather not هسا عندي هذا النشني عرفت هسا بالرفض ايش استخدم no I would rather not احفظها وهنا yes why not احفظ لي اياها حفظتها اجي عندي امثله لو ما عندي امثله عندي امثله وزاريه ليس واتش ا فيلم اكسبت يعني شنو اكسبت مساء اخذتها استاذ معناها اقبل هاي بعدها قدامي زين شلون تقبل استاذ نستخدم هذه يس واي نوت وضحت لو ما وضحت زين ليس واتش ا فيلم هاي نفسيتها ريفيوز شنو ريفيوز استاذ هاي موجوده قدام بعدها معناها ارفض شلون العلامه الرفض شلون ترفض No, I would rather not. No, I would rather not. وضحت لو ما وضحت ساد وضحت. عندنا ذا النوزاريات يقول let's play tennis. Accept. Yes, that's good idea. براحتي أنا ايش اختار ماكو مشكلة. مثلا عندي هاي yes why not. براحتي. Okay. هاي بالنسبة للوزاري. عندنا بعد أسئلة وزارية مع الحل على اليمن على الهو about going زين يقول شلون يجيني مساع بالاختيارات هسه الأسئلة الوزارية اللي تجين عليها شلون تجيني يقول make a suggestion for your brother سو اقتراح إلى أخوك about where to spend the holiday حول قضاء العطلة مالتكم وين تقضونها How about يقول لي استخدم هنا أنا يقول لي حاصر من إنه لازم استخدم شو يقول له How about going to Erbil واضح لو مو واضح How about going المهم عندك إنه بعدها جبته في الفعل ذي شنو ing الثانية شلون تجيني Make suggestion ما راح يحصل من هنا To your little brother who has a toothache عنده شني سو اقتراح الى اخوك عنده الم اسنان use see the dentist يعني شنو سي يرى the dentist شنو طبيب الاسنان why not see the dentist لاحظ why not ليش استخدمت why not للسهوله لان عندي سي فعل مجرد خالي من الاضافه والواي نوت تجي بعدها فعل خالي من الاضافه او استخدم ليش سي the dentist ايضا ماكو مشكله وضحت هسه هاي شلون تجيني الاسئله عليها اذا ما كانت اختيارات تجيني بهاي الصيغه بعد شني اجري تو يور فريند سجكشن تو ستدي انجلش توجذر وافق على صديقك انه اقترح لتدرسون اللغه الانجليزيه معا يس اي وود لاف تو براحتك تقول له يس اي وود لاف تو وتقول له يس واي نوت براحتك
الموافقة. المهم انه تعرف انه هاي الاجري موافقة اللي اخذناها فوق. زين. Use how about to make suggestion to your friend to go to the beach on Friday. لاحظ. قال استخدم how about. انه تقترح لصديقك. To go to the beach on Friday. مجبور استخدم هاي الجملة. To go to the beach on Friday. فش اقول له؟ How about؟ ايش يجي بعدها؟ الفعل وينه؟ Go. ايش اخلي له؟ ING going to the beach. واضح لو مو واضح؟ او تجين الطريقة اللي بعدها. كل الطريقة الطكيها اللي في الوزاري اللي جاية. اوكي؟ How about وحاط لك go to the mall. Correct the verb. شنو correct the verb؟ صحح الفعل. وين يا فعل هذا؟ ايش قبله؟ How about؟ ايش يجي بعدها؟ فعل بي ING. هذا ما بي ING. يعني تصحيحته فقط اضيف له ING. اوكي. How about send an email to our friend. Correct. يقول لي صححها. صحح الفعل هذا. فقط اصححها انه اقول sending. وضحت لما وضحت. Let's play tennis. Accept. شنو accept؟ استاذ اخذناها من الساعة. معناها اقبل. وافق. Let's play tennis. شو يقول له؟ Yes. Let's. Oh. Why not? براتك شد بس ليتس خليها يس ليتس. اوكي اذا جدتك على يس. يوز would be free to invite. هاي عدد جمل هواي الك كلهن طلابنا كلهن الك ذن اريدك انت تتدرب على اكثر عدد او اكبر عدد ممكن يفيدنك بالوزاري. يوز would be free. لاحظ would be free to invite a friend to come to your birthday party. Would you be free to come to my birthday party? لاحظ. Would you be free? هو منطني اياها. Would you be free to come? وكمل من على الجملة. ايضا هذه يعتبر اقتراح. باقي يعني الامثلة تقدر تاخذهن او تقدر تكتبهن بنفسك. اوكي. لاحظهن. ما اعتقد بعد. هم موجود. تقدر توقف الفيديو تاخذهن وتتدرب عليهم. جايب لك اكبر عدد ممكن من الامثلة اللي ممكن تتكرر بالوزاري. وايضا عندي امثلة يبقى حلها على الطالب. اوكي ذني. حلهن على من؟ على الطالب. تمام طلابنا؟ ذني اربعة يبقى حلهن على الطالب. تقدر تكتبهن بالتعليقات. تمرين 24 جدا مهم. يعتبر من التوصيلات. اوكي. وخاف يتكرر مثلا يجي من عنده فرع كامل. ندير بالنا عليه. مكتوب بي بالاخير the same meaning. يعني match. يعني من الكويستشن هذا السؤال وين اللي ينطي نفس المعنى. فحل لك اياه. What is it called? ماذا تسمى؟ What is the title? ما هو العنوان؟ نفسيتهن يطن نفس المعنى. Who is it about? What is the name of the main character? حول ماذا أو حول من تتكلم؟ يعني القصة أو الرواية أو ما هي؟ هنا أنا جاين الجواب مالتها يقول ما هي الشخصية الرئيسية فيه؟ يعني اثنيناتهن اللي تتكلم عنهن. مهمات طلابنا. أتمنى تكتبون في اللغة العربية وتحفظوهن. What is the topic? ما هو العنوان؟ What is it about? هنا أنا what is the topic? Topic معناها تجي مو العنوان عن شن الموضوع. يعني شن what is the topic? شن الموضوع. What is it about? حول ماذا؟ يعني هم نفس الحالة يسأل نفس يعني هذا السؤال نفس هذا السؤال. واضح بس المهم إنه تعرف هذا السؤال يشبه هذا السؤال. Where does it happen? أين حدثت؟ Where does it take place? المكان وين كان؟ وين اخذت مكانها؟ زين. What is the ending like? كيف كانت النهاية؟ How does it end? كيف انتهت؟ نفس المعنى. شوفين. Could you lend it to me? هل تستطيع ان تعيرها لي؟ Could I borrow it? هل استطيع ان استعيرها؟ لاحظ نفس المعنى. فاريدك تحفظها. يلا نشوف اللي بعده. اللي بعده زمن المضارع البسيط. زمن جدا هو من اسمه بسيط نقدر ناخذه ونعرفه هسه. تعريف زمن المضارع البسيط
هو الزمن الذي نستخدمه. لاحظ لاحظ شنو الفرق، نستخدمه للتحدث عن فعل او حدث معين يحدث بشكل جاي هنا بشكل متكرر، اي انه حدث في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، مثل العادات والقوانين الكونية الثابتة. لاحظ يعني مثلا اذهب كل يوم للمدرسة كذا هيج، او العادات والقوانين الكونية مثلا شروق الشمس the sun rises in the east، شروق الشمس من الشرق. زين البريزنت سيمبل شنو هن الكلمات الدلالية على زمن المضارع البسيط؟ عندي always معناها دائما، يوجولي عادة، اوفن غالبا، نيفر ابدا، ذن دلالات، ايفري تايم كل وقت، ايفري ويك كل اسبوع، يعني ايفري ومعاها وقت. واضح؟ ملاحظة، ليس بالضرورة في هذا الزمن وجود شني دلالة، بس احنا نعرفه من خلال المعنى. زين شكل الجملة المثبتة في زمن المضارع البسيط هسه نجيها. طبعا تقسم شكلها الى قسمين يعتمدن على من؟ على الفاعل وضمائر الفاعل. مثلا عندي third person pronouns للشخص الثالث اللي هن الهي والشي والات، ذن دائما الفعل مالتهن شبي دائما بيأس بهذا الزمن او اس حسب الموجود، حسب الفعل. مراتك فعل ياخذ اس ومراتك فعل ياخذ اي اس. استاذ ما خليت اس و اي اس، خطا. شلون اعرفهن؟ هسه راح اعلمك بهن. مثلا امثله ناخذ سبجكت شني فاعل يعني هي، الفعل شني هاي جيتس اب، ليش خليت اس؟ لان عند الفاعل مفرد. زين وعلى شنو اعتمدت انه هذه زمن مضارع بسيط؟ هي جيتس اب ات 7 o'clock، هو يستيقظ ساعة السابعة. هسه سواء موجودة every day أو ما موجودة، مبينة هي شني من شكلها زمن مضارع بسيط، واحد يستيقظ معناها مبينة كل يوم every day. زين she always reads Quran. زين لاحظ لهنا always وين جتني؟ جتني قبل الفعل وبعد شني؟ بعد الفاعل. يعني اللي أرد أقول لك يا ذني يجنك وين مكان هالمرات؟ يجني قبل الفعل بعد الفاعل. The sun rises in the east and sets in the west. لاحظ الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب. لاحظت لو ما لاحظت صار عند the sun مفرد فأخذت S بالفعل مالتها. أحمد does homework. أحمد شني؟ فعل واجبه. سميرة brushes her teeth every night. سميرة brushes يعني هنا brush يعني يفرش، اما اخذت شني؟ es وليس s. ليش؟ لان منتهي بس اج. هسه راح اعلمك فيهم. زين يلا بعد متى، هسه هاي متى نضع es او s او اي اس؟ نضيف اي اس اذا انتهى الفعل. طلابنا ركزوا وياي بالاحرف التاليه اللي هي اس سي اتش او اس اتش وزد. شو نضيف لها؟ هاي الفعل انتهى مثل برش اللي اخذناه سي برشز. شو نضيف لها؟ اي اس ووتش ووتشز، باس باسز. زين ميكس ميكسز، جو جوز. ليش؟ لان منتهي ب او منتهي بس اتش مثل غيرها. نضيف الاي اي اس للفعل في الحالة التالية، شن هو؟ اذا انتهى الفعل بحرف ساكن وهو واي. زين نحذف الواي ونضيف اي اي اس مثل study study. لاحظ study studies. زين party parties fly flies. لاحظ لهنا حرف ساكن لازم الزائد هنا زائد الواي. شنو الحرف الساكن استاذ؟ يعني الحروف الصحيحة، يعني مو الحروف الخمسة العلة. واضحة تعتقد؟ جدا واضحة. اما باقي الاضافات نضيف لها اس للافعال. هاي كلها استاذ على مود انه نضيف للفعل اس و اي اس و اي اس و اي اي اس اي، لان هن ذني درجاتك تقدر تحصلهن
من هالشغلات. زين زين، عندي البلورال، مو احنا قلنا نوعيتين، نوعية المفرد اخذناها الثيرد بيرسون، اما النوعية الثانية وهي البلورال، هنا ايش تجيني؟ ايش يقصد بها البلورال؟ يجيني اما they والwe واليو، او اسماء مثل boys or children اطفال، يعني هيك اسماء. وايضا عند الاي واليو نضع التصريف الاول للفعل دون اضافة شيء. استاذ ما نعرف التصاريف شلونها، التصاريف انا اعطيكم اياهم بالاخير، طبعا اعطيكم اياهم بالاخير التصاريف. زين، اذا ما تعرفون كلش موجوده بتعلم اللغه الانجليزيه بالمحاضرات المتين، محاضره رقم 5 تقدر تشوفهم. زين، هسه التصريف الثالث الاول للفعل شنو هو؟ هو نفسيته، يعني المصدر، يعني ما مضيوف لاي شيء، واضح، وما متحول اي شيء. اسئله وزاريه عليه، طبعا هو هذا شلون يجيني؟ فاعل سبجكت، فيرب خالي، شوفه ما بي اس، والاوبجكت يعني تكمله، ذي والوي واليو والاند، هاي كلها سبجكت، او يجينا على شكل اسماء جمع، والفعل خالي من اي اضافه. زين، مثل اي بلاي فوتبول افري ويكند، لاحظ ذي اوفن، ليش استخدمت هنا مثلا دو، ما استخدمت دز مثل مساء احمد دز هوم وورك، لاحظ ليش؟ لان عندي ذي. زين، انا هسه لو جيت لقيت، ما لقيت دو، حاط لي اياها بين قوسين هنا، قال لي كوركت، مجرد انزلها نفسيتها الدو. ليش انزلها نفسيتها؟ لان في زمن المضارع البسيط منين عرفتها؟ من كلمه اوفن، ذن الدلالات اللي قلت لها عليهن استاذ. زين، وليش خليت دو؟ ليش ما خليت دز؟ استاذ لو عندي احمد كان خليت دز، اضيف له اي اس لان انتهي بو. زين، عافيه. We listen to our national anthem every morning. لاحظ لهنا أنا. We listen. ضيف لها شيء؟ لا. إذن جايب المصدر نفسيته. التصريف الأول. النفي في هذا الحالة شلون راح يكون؟ شوية النفي هنا أنا يحتاج لتركيز. شلون يكون النفي؟ تعال وياي. نستخدم لنفي الجملة في المضارع البسيط ويا المفرد. لازم نجيب من جيبنا الخاص does ونجيب do، نضع does not او ويا الجمع do not. وضحت؟ وضحت. شلون تجين الجملة بهاي الصيغة؟ نعتبر هذا باللون الأحمر ما موجود. he play، لا he plays، لازم هنا اكو s in the class. بالنفي مفرد لو جمع؟ استاذ مفرد، من هي؟ زين، شلون انفي؟ استاذ اذا مفرد نجيب does ونجيب وياها نوت. زين، مو هاي بها اس نخليها؟ لا، نرجع الفعل، نحذف من عند الاس او الاي اس او الاي اي اس. واضح؟ واضح. We do not go to bed late. لاحظ لهنا أنا. ليه جبت do not؟ استاذ لان عند جمع we فنستخدم do زائد not. زين، they do not eat pork. لاحظ لهنا أنا. do زائد not، do زائد not، مفرد does زائد not، لكن اريدك تلاحظ لي بالمفرد الفعل اللي خلينا له اس تنحذف الاس من عنده. وضحت لو ما وضحت؟ وضحت. ملاحظة في النفي والسؤال نضع الفعل في المفرد كما هو دون اضافة الاس او الاس اللي قلت لكم عليها. السؤال في زمن المضارع البسيط شلون اسال؟ ايضا اجيب من جيب الخاص الدو مع الجمع والدز مع المفرد. اضحن وين؟ في البدايه اذا ما كان الموجودات، زائد السبجكت الفاعل زائد الفعل زائد الاوبجكت زائد علامه الاستفهام ما انساها عليها درجه. دو ستدي انجلش، لاحظ مثلا بدون الدو، you study English بدون علامة الاستفهام، قال لك سويها سؤال. شلون تقول لي؟ make a question أو ask. زين، أنا شو أقول له؟ أقول له ما زال هي you تأخذ do، أخلي do وكمل الجملة مع علامة الاستفهام. الجواب
دائما يجي جواب عليه هني يس اي دو نو اي دونت ما لنا دخل بيها. هسه على على هاي يعني المفرد ايش ناخذ؟ does she speak Arabic او يجيني خاليه she speak Arabic ما بيها لا علامة استفهام ولا does. وقال لك سوي لياها شني، سوي لياها سؤال اجيت هاي بيها زمن، او القاها she speaks بيها اس لان مفرد Arabic شو اسوي هاني؟ اقول بيها اس اساسا هذه زمن مضارع بسيط، لازم شو اكون عندي عند does على مود اقدر اسال بيها، فاجيب does اخليها. السبيكس بيها اس احذف الاس من عندها. واضح واضح. مثلا does احمد لايك فوتبول ماتش، لاحظ الفعل خالي من اي اس في زمن المضارع البسيط، ليش؟ لان دخلت الدز بعد تنهي الاس من الفعل.